بالنسبة للدائرة المكافئة للأوبريشنال أمبليفاير يمكن أنه أجزأها إلى قسمين. القسم الأول خلي يسميه قسم الأوتبوت، قسم الإخراج، والقسم الأول أو القسم الثاني رح أسميه قسم الإدخال. القسم مات الإخراج هو عبارة عن فولتج كنترول سورس مربوط بالتوالي مع مقاومة نسميها مقاومة إخراج. يعني خلي أرسم هسه المخطط، يعني خلي هذا هو الأوبريشن ميفاير، خلي مثل بهذا الشكل، هذا الأوبريشن ميفاير. زين بالنسبة للإدخال احنا ذكرنا انه الأوبريشن ميفاير إلى إدخالين، فبالتالي هذا الإدخال الأول راح أسميه V1، وعدنا الإدخال الثاني هذا هو V2، وبيناتهم راح شو يكون عندي؟ راح يكون عندي مقاومة راح أسميها مقاومة إدخال، هذه راح أسميها RN. زين بالنسبة للجزء الأخراج راح يكون هو عبارة عن Voltage Control Source مربوط بالتوالي مع مقاومة هي مقاومة إخراج، فبالتالي هنا راح يكون عندنا هذه مصدر اللي هو الفولتج كنترول سورس، خلي ارمز له بهذا الشكل، هذه هنا جراوند، وهذا بالتوالي مع مقاومه سميناها مقاومه اخراج، وبهذا الشكل هو البي اوت. زين بالنسبه اللي هنا هذا الطرف الاول هو طرف الانفرتنج، يعني هذا الطرف السالب. زين هذا السالب، هذا الطرف النون انفرتنج الموجب، بيناتهم راح تكون فولتيه نسميها ديفرنشيشن فولتج، اللي هي فرق الجهد ما بين او بسبب الفولتيات الاثنين البي 1 والبي 2، راح تكون هي عباره خلي اسميها في دي. زين بالنسبة اللي هنا راح يكون عندي هذا بلاس ماينس، ومقدار قيمته هو عبارة عن الجين مضروب في مقدار قيمة الفي دي، هذه المقاومة هي ار نوت. بالنسبة للار نوت هي تمثل مقدار قيمة الثفنين اكوفيلنت ريسيستنس بالاوتبوت، والار ان راح تكون هي عبارة عن الانبوت ثفنين اكوفيلنت ريسيستنس. زين بعد عندي مقدار قيمة الـ VD differentiation voltage، هذه الـ VD هي عبارة عن مقدار قيمة الـ V2 minus الـ V1، هي الفرق ما بين الـ voltage. الـ V1 عرفناها بأن هي مقدار قيمة الـ voltage المحسوبة أو الموجودة ما بين الـ inverting terminal ما بين الـ ground، والـ V2 هي عبارة عن الـ voltage الموجودة ما بين الـ non-inverting terminal والجراوند. هسه هذه مثل مقدار قيمة شنو؟ الفيدي. زين الاوتبوت شلون نحسبها؟ الاوتبوت هي تساوي مقدار قيمة الاي في دي، والاي هو يمثل مقدار قيمة الاوبن لوب جين او الاوبن لوب فولتج جين. فبالتالي من نريد احسب مقدار قيمة الفي اوت، اقول الفي اوت هو عبارة عن مقدار قيمة الاي في الفي دي، ويساوي لي اي في 2 ماينس في 1. زين هذه الاي هسه هذا هو يمثل مقدار قيمة شنو؟ الفي اوت. الاي هذا لوحدها هو عبارة عن الاوبن لوب فولتج جين. زين شو نقصد بالاوبن لوب؟ نقصد بان بالاوبن لوب هو مقدار قيمة الجين للاوبريشن امبليفاير without any external feedback، يعني ما عندي اي باث، ما عندي اي مسار يربط الاخراج بالادخال. في حال انه لو كان عندنا خلينا نقول مسمى الفيدباك، الفيدباك اللي هي التغذية العكسية، التغذية العكسية نقصد انه يتوفر لدينا مسار يربط الاوتبوت بالانبوت، سواء كان الانبوت هو موجود على الانفرتنج او النون انفرتنج. زين هذا الجين اللي هو مقدار قيمة الاي الاوبن لوب جين، بالنسبة لهذه الدائرة ما عندي اي مسار جاي يربط لي الانبوت بالاوتبوت، فبالتالي راح يصطلح او يسمى بالاوبن لوب جين. الجين يمكن ان يحسب بالديبي، يعني ممكن ان نقول مقدار قيمة الاي اللي هو الجين بالديبي تساوي مقدار قيمة 20 لوج مقدار قيمة الجين للاساس 10، ممكن ان نحسب بهذا الشكل. زين خلي اجي هسه للقيم العملية بالنسبة للدائرة المكافئة. هسه الدائرة المكافئة صارت عندنا هي عبارة عن مقاومة ادخال بين طرفيها مقدار قيمة الفولتيات الاثنين اللي تمثل V1 والV2، وعندي بالنسبة للإخراج هو Voltage Control Source بالتوالي مع مقاومة R0. القيم العملية بالنسبة لهذه يعني Typical Values بالنسبة للParameters Op Amp، أولا بالنسبة للGain Open Loop Gain الA عمليا هو يتراوح ما بين 10^5 to 10^8، يعني هذه إذا أريد أحسب القيم العملية فهو أما يكون ضمن الرينج اللي هو من 10^5 إلى 10^8.
مثاليا يعني هسه هذا براكتيكالي الايدلي راح يكون هنا هو عندنا ما لا نهايه. زين بالنسبه للار ان المقاومه الادخال هي مقاومه كلش عاليه تتراوح ما بين ال10 اس 5 الى ال10 اس 13 اوم الوحده مالتها. هذه بالنسبه للحاله العمليه مثاليا راح تكون هي ما لا نهايه مقاومه كلش عاليه. الار اوت مقاومه الاخراج هي مقاومه قليله تتراوح من 100 من 10 الى 100 اوم وبالنسبه للحاله المثاليه يجب ان يعني تكون هي زيرو. بالنسبه للفولتيه اللي عندنا اللي باعتبار احنا ذكرنا انه لازم يكون هنا عندنا عمليه باورينج او بايزنج باعتبار انا عندي هالشكل قلنا زائد بي سي سي ناقص بي سي سي وقلنا بعد هذه حتى يعني لو ما نشوفها موجوده مرسومه لكن هي اصطلاحا واتفاقا موجوده. زين بالنسبه للفي سي سي الفي سي سي هي تتراوح ما بين ال5 الى 24 فولت فبالتالي مقدار قيمه الفولتيه هي من 5 الى زائد 24 فولت. هذه هي تمثل مقدار قيم شنو القيم العمليه والقيم اللي خلينا نقول انه المثاليه مقارنه ما بين الايديال اوب ام وما بين البراكتيكال اوب ام.